السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزك تركز معايا كده عشان هتكلم في حاجة، في شوية معلومات كده جديدة عن الليد أبرون. الليد أبرون المريالة الرصاص اللي بتلبسها أو ما بتلبسهاش وحاسس إنها مش مهمة، سواء كنت شغال في الراديولوجي أو شغال في أوضة العمليات في الانترفينشن راديولوجي أو الفلوروسكوبي في حالات القسطرة، أو في حالات الاكس راي العاديه، الاكس راي البورتابل، وما بتهتمش بانك انت تلبس الليد ابرون. اول حاجه، الليد ابرون بيقدر ان هو يعمل ريدكشن للانتنسيتي اوف راديشن فوق ال 95%، يعني اللي بيعدي بس من الليد ابرون اللي هو سمكه 0.25 ملم وبيبقى اوفرلاب على منطقة الشيست هنا ان فرونت والباك، في قدام هنا والظهر، يعني بيعمل ثيكنس، بيعمل سمك 0.5 ملم، ده اللي بيعدي منه بس حوالي 5% او اقل. ف افكتيف جدا في انه يريديوس الراديشن لو حضرتك شغال في الاو تي في العمليات، او شغال في دكتور قسطره في الفلوروسكوبي في حالات الكاردياك، وحضرتك فاتح الكونتينوس مود ومدي هاي اكسبوجر على البيشنت وعليك، فمهم جدا انك انت تلبس الليد ابرون او الثايرويد شيلد. والثايرويد شيلد مش او والثايرويد شيلد، لان ده بيشيل over 95% من الراديشن انتنسيتي او من الراديشن اكسبوجر. الليد ابرون ده وظيفته او اهميته في الانترفينشن راديولوجي او في الراديولوجي بصفة عامة. طيب لما نيجي نتكلم عنه وعن اهميته في النيوكلير ميديسن او في الراديو ثيرابي، تلاقي نفسك يجي لك شوك، صدمه كده، لا ده مش مهم في النيوكلير ميديسن، الناس ما بره مصر الناس ما بتعتادش انها تعمل ويرنج ليد ابرون في النيوكلير ميديسن او الراديو ثيرابي. طب ليه؟ وهنا مش بيعمل بروتكشن وبيشيلد الراديشن، ومن المين برينسبلز بتاعت الراديشن بروتكشن الشيلدنج. طب ليه ما بيشيلش هنا في النيوكلير ميديسين او في الراديو ثيرابي؟ تلاقي حضرتك بمنتهى البساطه ان حضرتك لما بيجي تتعامل في الانترفينشن راديولوجي او في جهاز السي تي او في جهاز الاكس راي، اقصى كيلو فولت بتديه كام؟ 140 كيلو فولت اللي هو الكي في بي بتاعك. ال 140 كي في ليس معناه ان كل الاكس راي اللي هو حصل له برودكشن من الاكس راي تيوب يحمل نفس الطاقة، يحمل 140 كيلو فولت، لا ده معناه ان اقصى طاقة هتحملها الفوتونات اللي خارجة، الفوتونز اللي خارجة من الاكس راي تيوب هي 140 كيلو فولت. طب معظم الاكس راي فوتونز اللي خارجة من الاكس راي تيوب تحمل طاقة قد ايه؟ 1/3 الماكسيمم، يعني تقسم الماكسيمم انرجي على 3، 120 على 3 يعني 40 كيلو فولت. يعني معظم الفوتونات اللي خارجه لو انت ظابط عامل ادجستمنت للكيلو فولت عند 120، معظم الفوتونات اللي خارجه 40. طب ده معناه ايه؟ معناه ان ال 40 ده رينج بيحصل فيه حاجه، ده يعتبر مش رينج عالي في الطاقه بالنسبه للاكس راي، بيحصل نوع من الانتر اكشن اسمه فوتو الكتريك انتر اكشن. الفوتو الكتريك انتر اكشن ده بيحصل ازاي؟ ان الفوتون يدي طاقته كلها للالكترون بتاع الذره اللي موجود فين؟ الذره دي موجوده في الليت شيلد. لو سقط الراديشن اللي بيحمل 40 كيلو فولت على الاتومز اللي موجوده في مريال الرصاص يدي طاقته كلها للالكترون،
الالكترون يحصل له ابسوربشن، كومبليت ابسوربشن جوه الشيلد، ودي من مميزات الفوتو الكتريك انتراكشن. اللي بيبقى دوميننت وبيبقى غالب وبيحصل بنسبه كبيره في اللو انرجي عند ال 40 كيلو فولت، فبالتالي نسبه الفوتو الكتريك انتراكشن، الفوتو الكتريك انتراكشن عند الانرجي ليفل ده اعلى من اي انتراكشن تاني من الانتراكشنز بتاعت الراديشن مع المطر. فبالتالي ايه عايز تقول لي؟ عايز اقول لك انك انت حضرتك شغال في الانترفينشن راديولوجي، شغال في السي تي، شغال في الاكس راي، شغال في الاو تي على جهاز سي ار، الاكس راي اللي خارج معظمه طاقته قليله، فبالتالي هيحصل له كومبليت ابسوربشن من الليد ابرون اللي حضرتك لابسه، فبالتالي نسبة السكاترد او اللي هيعدي اللي يحصل فورورد سكاترينج هتبقى قليلة جدا. عشان كده بيحصل بيعمل شيلد او بيعمل بروتكشن اوفر 95% اكتر من 95%. طيب النيوكلير ميديسين، لا ده انت بتتعامل مع تكنيشن مثلا الطاقة بتاعته 140، طب الايودين over 300، طيب ال FDG اللي موجود في البيت سيتي او الجاليوم 511 كيلو الكترون فولت، ده طاقات عاليه جدا. تفتكر لما يجي يحصل انتر اكشن بتاع مع الفوتون، الانتر اكشن بتاع الفوتون اللي خارج من ال FDG او التكنيشن مع الليد ماتيريال بتاعت الليد ابرون، هيبقى ايه الغالب؟ الفوتو الكتريك؟ لا، هيبقى الغالب الكومبتون سكاترينج. طب ايه الكومبتون سكاترينج ده؟ ان الفوتون يدي جزء من طاقته للالكترون وهو يتحرك بباقي الجزء ويحصل له سكاترينج، فورورد سكاترينج، باك سكاترينج، او وات ايفر. فبالتالي انت لما تيجي تعمل بروتكشن عمرك ما توصل لل 95%، هتنزل عن النسبة دي، هتبقى في التكنيشن 85%، هتبقى في ال FDG حاجة و60%. عشان كده يعتبر الليد أبرون less effective في النيوكلير ميديسين عنه فين؟ في الراديولوجي وفي الانترفينشن راديولوجي. طيب في الراديو ثيرابي انت بتتكلم بالمينيو الكترون فولت، انت بتتكلم بقى في رينج تاني اللي هو بيحصل فيه البير برودكشن، فالانتراكشن ده هيطلع اصلا 2 جاما فوتون، خلاص 511 كيلو الكترون فولت، فانت كده زيرو افشنسي بالنسبه للليد شيلد. طيب يبقى اذا الليد ابرون افكتيف جدا في الفلوروسكوبي، في الانترفينشن راديولوجي، في السي ار طلع تعمل حاله بورتابل اكس راي، هتقف مع بيشنت في السي تي، كل ده هيبقى افكتيف جدا في انه ريديوس الانتنسيتي اوف اكسبوجر او انتنسيتي اوف راديشن لاوفر 95%. تمام. طيب النقطه الثانيه، لو باجي اعمل سكان لبيشنت، هل احط الليد ابرون مثلا بعمل سي تي برين، تلاقي ناس تحط الثيرويد شيلد او تحط الليد ابرون على جسم البيشنت وهو بيصور، هل ده افكتيف؟ لا، الكلام ده الريسنت ستاديز او الدبل اي بي ام والاي سي ار كل الاورجنايزيشنز قالت لك ان الكلام ده يوزلس، عديم الفايده. ليه؟ لان الراديشن دلوقتي بقى ويل كوليميتد، ويل كوليميتد، زائد ان في نقطه ثانيه، ان السكاترنج انجل لو حصل سكاتر نتيجه الانتر اكشن ما بين الراديشن اللي ساقط على البيشنت هيحصل انترنال داخلي من جوه وانت حاطط الليد ابرون ده من بره، فبالتالي انت كده ما عملتش اي حاجه، ما حمتش البيشنت من اي حاجه، فهو فعليا نوت افكتيف، فعليا نوت افكتيف. تمام. يبقى اذا استخدام الليد ابرون عشان تحمي باقي اجزاء البيس مش جاي بيعمل دنتال وتلبسه ثيرويد شيلد وكل الكلام ده كله نوت افكتيف بالنسبه لك. بالعكس انت في بعض البروسيدجر لو الديتكتور او الجهاز قدر يعمل ديتكشن للليد ابرون ممكن يزود الدوز
على البيشنت، ممكن يزود الدوز على البيشنت هيطلع بيتر ايمج كواليتي. تمام. يبقى اذا الليد ابرون دي تاني صدمه بالنسبه لك، هل هو افكتيف بالنسبه انه يحمي البيشنت بالنسبه لك اثناء عمليه التصوير؟ خالص مش افكتيف، مش افكتيف. تمام. بس هي حاجه سيكولوجيكال سيكولوجيا بس، هو البيشنت نفسيا ده حاجه هتريحه، هتدي له مور بروتكشن، فبيقول لك خلاص يعني انت مش هتقدر انك تكسر البارير ده، فممكن تسمح بيه، ولكن ساينتفكلي انت مش بتحمي البيشنت. تمام. تمام. يبقى ده كده اتكلمت على الليد ابرون ودوره في حمايه الاستاف وفي حمايه الايه؟ البيشنت. حمايه الاستاف وحمايه البيشنت. طيب التي ال دي اللي هو ده بيرسونال ديزومتر بتاعك، لو بتستخدمه يا ترى مكانه فين؟ يبقى تحت الابرون ولا فوق الابرون؟ ها ممكن تيجي تقول لا انا هلبس التي ال دي ده فوق الابرون عشان انا عايز اعرف الدوز. طبعا الكلام ده مش منطقي، انت عايز تعرف السيرفيس دوز او الهول بادي دوز اللي وصلت لجسمك، فلازم ده يبقى تحت الابرون، التي ال دي بتاعك يبقى تحت الابرون. ده بالنسبه لي اللي هو الافكتيف دوز بتاع الهول بادي. ده بالنسبه لواحد شغال في راديولوجي، واحد شغال في السي تي، واحد شغال في الفلوروسكوب، واحد شغال في الراديولوجي في الاكس راي في السي تي في ال سواء حتى في النيوكلير ميديسن او في الراديو ثيرابي. طب اللي شغال في الفلوروسكوبي اللي هو يعتبر اكثر تعرضا للبرايمري بيم اوف راديشن، قال لك مانداتوري ان يبقى معاه تي ال دي تحت الابر، وفي تي ال دي تاني في منطقه الكولر هنا المنطقه دي، خلاص ده بقى فوق الليد ابر، فوق الليد ابر. طب ليه؟ عشان خاطر ده هيديك الدوز الايكويفالنت دوز، مش الافكتيف اللي انت بتحسبه اسمه افكتيف، لكن ده بيدي ايكويفالنت دوز للمنطقه دي، لللينس والهيد، المنطقه دي العين والهيد. ممكن يحصل له كوريكشن وتعرف منه الافكتيف دوز للهول بادي، ممكن تعمل له كوريكشن وتعرف منه الافكتيف دوز للهول بادي، ده اوبشنال. وفي بعض الحاجات اسمها لينث دوزومتر انك تستخدم تي ال دي خلاص عشان يديك الاي دوز قد ايه بالذات، لمين؟ للي شغالين في الفلوروسكوبي، اللي شغالين في الفلوروسكوبي. طيب هوريك فيديو صغير عن كفاءة او دور الليد ابرون خلاص في تقليل الجرعة للناس شغالة في الفلوروسكوبي في عمليات القسطرة، مفيد بالنسبة لهم ازاي. دي ايمجينج سكرين، وادي اهو احنا جبنا فانتوم، الفانتوم ده تحت الجهاز الفلورو السي ارم بتاعك، الفانتوم ده عشان يسيميوليت البيشنت بالظبط. دي الجرعه الاشعاعيه كم مايكرو سيفرت بالاور؟ 646.5. هنا في حاله ايه؟ في حاله ان حضرتك مش مستخدم الليد ابرون. طب حطيت الليد ابرون اهو على الديتكتور، على ايه؟ على الديتكتور، وهتبتدي تلاحظ هنا كام بقى الدوز ريت بتاعك؟ وصل 7 مايكرو سيفرت بر اور، دي الدوز ريت. يبقى اذا الدوز ريت بتاعك خد بالك اهو قل بنسبه 99% من 600 مايكرو سيفرت بر اور لحد 7 مايكرو سيفرت بر اور. يبقى في الحاله دي الليد ابرون بتاعك افكتيف جدا، تستهونش بيه، البس الليد ابرون وانت شغال، خلي الليد ابرون بعد ما تخلص شغل علقه على الهانجر بتاعه ويبقى مفرود عشان اي تطبيق ليه هيعمل كراكس، ولازم يتعمل انوال تشيك ليه الليد ابرون سنويا عشان يتشاف لو في كراكس او حاجه، عشان كل كراكس دي هتقلل من البروتكشن افشنسي بتاعت الليد ابرون. اشكركم جدا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.